السكتة الدماغية أو الستروك، هي من أشهر أمراض الأعصاب اللي تهدد حياة الإنسان، وهي تعتبر ثالث أهم سبب للوفاة بعد أمراض الشرايين التاجية والسرطان. سنويا في 15 مليون حالة إصابة بالسكتة الدماغية، 5 مليون منهم بيموتوا و5 مليون تانيين بيعيشوا بعجز دائم، وبالوعي كان ممكن ننقذ 4 من كل 10 حالات وفاة. علشان كده محتاجين نتكلم أكتر عن السكتة الدماغية. أولا، السكتة الدماغية هي إصابة أو موت جزء من المخ نتيجة انقطاع الأكسجين والعناصر الغذائية التانية اللي بتغذي المخ، وده المصطلح الشائع ما بيننا باسم الجلطة. والجلطة تشكل 80% من حالات السكتة الدماغية، لكن في نوع تاني عكس الجلطة تماما وهو النزيف، بيشكل 15% من السكتة الدماغية. ايه اللي يخلي الناس اكثر عرضه للاصابه بالسكته الدماغيه؟ اولا، التقدم في العمر، اكثر من 65 سنه، الامراض زي الضغط والسكر وامراض القلب، ارتفاع نسبه الكوليسترول والدهون غير المفيده في الجسم، التدخين وهو من اهم الاسباب للسكته الدماغيه، الحياه المليئه بالضغط والتوتر والقلق. الاصابه بالسكته الدماغيه سابقا، ازاي اعرف ان اللي قدامي عنده سكته دماغيه او مشكله في المخ؟ هطلب منه ان هو يتحرك على خط مستقيم، هلاقي ان هو بيميل يمين او شمال، حركه غير متزنه. هسأله هل عندك مشكلة في النظر؟ انا عيني مزغللة، انا مش شايف اصلا. هطلب منه ان هو يضحك او يبين سنانه، هلاقي ان في جزء من الوجه بتاعه متدلي عامل كده. هطلب منه ان هو يحرك دراعه، مش قادر ان هو يحرك دراعه، او بيحرك الدراعين بصورة غير متساوية، واحد اقوى من التاني شوية. هطلب منه ان هو يتكلم، هلاقي ان لسانه تقيل او الكلام بتاعه مقطع. الحاجة اللي بعد كده ان الوقت مهم جدا، كل دقيقة بتفرق ان انا امنع الاصابة انها تتطور اكتر واكتر. الغلطات اللي بنعملها في المجتمع في التعامل مع السكتة الدماغية، اولا ان انا بديله اسبرين من غير ما اعرف اذا كانت دي جلطة او نزيف، اسبرين او اسبوسيد او اي ادوية للسيولة، وهنا لو كانت الحالة نزيف انا كده بموت العيان، وحتى لو ما ماتش الاصابة بتاعته تتطور، بدل ما تكون دراع واحد هيكون شال النصف كامل. الحاجة التانية، اجي اقيس له الضغط الاقي ان الضغط بتاعه عالي، انزله بصورة مفاجئة، وهنا ارتفاع الضغط هو وسيلة دفاعية للمخ بيسمح بها بنفاذ الدم للجزء المسدود بالجلطة دي، كده انت بتموت. الحاجة التالتة، ان انا اقول ان هو بيتدلع او بيمثل علينا، وابدأ اسيبه يوم ويومين واكتشف ان هو ما بيتحركش، وابدأ ان انا اروح للدكتور، وهنا خلاص الجزء اللي مات ما بيرجعش تاني. طب ازاي اتعامل مع حالات السكتة الدماغية قبل ما اروح للمستشفى؟ اولا، ان انا اعمل له لايف سبورت، العلامات الحيوية بتاعته، ان انا اتأكد ان مجرى التنفس مظبوط، النبض بتاعه شغال، وضربات القلب مظبوطة. بعد كده هبدا ان انا اتحرك باقصى سرعه لاي مركز للتعامل مع السكتات الدماغيه او اي مستشفى جنبي. الوقت المناسب اننا ندي فيه ادويه الجلطه بيكون من 3 ل 4 ساعات ونص، عشان كده كل دقيقه بتفرق ان احنا ننقذ العيان ده. الحاجه الاخيره، ان احنا ما ينفعش ندي ادويه